تأتي هذه الاحتفالية بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في أجواء الذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، وهذه المناسبة تذكرنا بمعاناة أريافنا وبوادينا وتضحيات أهلنا البسطاء الشرفاء، تذكرنا بغيرة الرجال على الأرض وعلى شرف الجزائر، وهي غيرة أصيلة ومتجدرة في بلاد المجد والخير والمقاومة. فتحية تقدير لكل عمال الأرض، وتحية عرفان للسواعد المباركة وما تنتجه من خيرات.